يوم الأربعاء من الأسبوع الأول من الخمسين المقدسة باكر. من مزامير أبينا داود النبي: أخرج شعبه بالابتهاج ومختاريه بالفرح لكيما يحفظوا حقوقه ويلتمسوا ناموسه. هللويا. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير: كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آت إلى العالم، في العالم كان والعالم به كون والعالم لم يعرفه، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، الذين يؤمنون باسمه، الذين ليسوا هم من دم ولا هم من مشيئة جسد ولا هم من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا. والكلمة صار جسدا وحل فينا ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا، والمجد لله دائماً.